الخبر الاول اللي عدى انا الشيء صادم يا حبايب اللي صار بيا بسان اسماعيل. طبعا للاسف يا حبايب هواي اشخاص ملاحظوا انه بهذا المقطع اللي نزل على قناه جهد يا حبايب كان بي نوعا ما شيء غريب هوايه. المتابعين ملاحظوا يا حبايب هذا الشيء الغريب اللي هو كان بسان اسماعيل رفعت ايدها بالغلط. لما رفعت ايدها يا حبايب ظهرت انه اكو شويه كدمات على ايدها، او نقدر نقول هي رفعت ايدها استقصدت يا حبايب هذه اللقطه الوحيده اللي رفعت ايدها بالفيديو توضح انه ايدها نوعا ما بها كدمات. للاسف طبعا يا حبايب بالنسبه لي السبب من ضربها حسب نعرف يا حبايب انه ام بيسان مثل ما قال جواني بالسابق ان هي كانت تضربها وطيبها من طلعت اشخاص القريبين من بيسان دائما يقولون ان امها تضربها. فاسف يا حبايب انه هي حاليا قاعده تتعرض للعنف، الله يشفيها يا رب ان شاء الله ما بيها الا خير والعافيه. وحبايب حاليا ننتقل لابو فله، كل اشخاص يا حبايب حابين يساعدون ابو فله جيت لكم الطريقه رابط الوصف قنبله ناريه، روح شوفوا المقطع يا حبايب بالقناه الثانيه. لا تقدرون كل واحد بيكم يتبرع $5 لابو فله مجرد انتم قاعدين بالبيت بدون ما تصرفون اي ليره. الكل ينزل على الوصف يا حبايب وروح شوف المقطع. ننتقل حاليا لقمر طاي يا حبايب وتهجم على المتابعين مالتها اللي يحبوها هي ونور مار فانزات نور القمر. طبعا هي بالنسبه لاشخاص ما يعرفون شو الفكره يا حبايب، قمر طاي كانت تتحدث مباشره كانت تضحك وفرحانه هي ومتابعينها تسوي مقال بالمشاهير انه هي تتصل عليهم، فهو من الكومنتات صار يكتبون لها انه تصل على نور مار تسوي به مقلب. هذا اللي خلاها يا حبايب انه هي شويه تضوج تقول انه كافي ضوجتوني بكثره هذه الكومنتات، وانه ما دام انا ما جاوبت معناها اكو سبب ما يخليني اسوي هذا الشيء. فهل تتوقعون صار خلاف بينها وبين نور مار ما خلاها تدقله؟ راح احط لكم اللقطه واكتبوا بالكومنتات شو رايكم. يا جماعة بس كتبوا لي شيء وتشوفوا لي ما ارد، لا تلحون شرفكم، ترى والله خلوا الواحد يضج وبطل يفتح بس. خلاص لا تلحون. اوكي انا ابقى ساكتة ابقى ساكتة، ما احب انه احكي بطريقة ما حلوة، وما احب انا احبكم وما احب احكيكم بطريقة ما حلوة، بس اكو بعض الناس يلحون بطريقة اوفر، ترى كلش اوفر. يعني والله تكرهون الواحد يفتح بس، لا والله خشيت تجيني القمر ليش تسحب بثوث؟ ما انتو تكرهون الواحد يفتح بس. من تقولون شي مرة واحدة خلاص تراني اشوف، اذا ما سويت معناها اكو شي، اكو سبب، اكو سبب معين، مو بلا سوي يعني مش عارف اذا اتجاهل شنو شبيكم؟ وصل على مش قلعين بالغرفة. أعصابي لا أعصب ونص، يعني أحلى شيء هذا عود يصنف وأحط بلوك ترى. كيفي؟ كيفي؟ يعني ترى هم ضوج، يعني حالي حالكم، انتم من احد يلح عليكم ما راح تضوجون، اذا لح عليكم في شغله معينه وانتم مثلا انتم مثلا احد منكم مثلا قوموا، سمعتوه من اول مره قوموا قوموا قوموا، شنو هالملح هاي؟ ما الواحد يلعب نفسه يلعب نفسه. عباك عباك انا عامية عامية ما اشوف الكومنتات، يجيبون العيد يجيبون العيد وخلاص. كيفي كيفي طالع حلوة انت مع السكرة والله، يعني شنو يا جماعة الموضوع كلش مستفز، كلش أعصابي جدا المتابعين تحملي، أنا أتحمل متابعيني وكلش أتحمل متابعيني، بس اكو شغلات تزيد عن حدها واكو بيهم مو متابعين أصلا، بس هيجي بس هيجي يعني بس يفوتون الواقع مو متابعيني ولا يحبوني، بس يفوتون يتلوقون بالبحر يطلعون المتابعين يكتبون الرحلة خلاص سوت سوت ما سوت خلاص، مو أنا عرفاني شفت تحملي متابعين شنو؟ قاعد انا متابعيني اني هواي متابعين مرات يسوون شغله انا كذا تضج معناتها، نفس ما اني اسوي شغلات متابعيني يضجون مني، هم يسوون شغلات انا اضج معناتها، بس ما راح خلاص اقوم احكي على متابعيني لو اسبهم لو عيط عليهم، لا. هسه ما ادري قد ما صراحه اضج من متابعيني يعني يتدخلون بطريقه اوفر، بس خلاص عادي يعني كل واحد حر ايش يحكي وش يسوي. نفس ما عندي يعني تصرفات اتابع متابعيني ما راح يحبوها، هم عندهم تصرفات انا ما راح احبها. بس انا مو متابعيني كافي، يعني كل مره كل ما اطلع بس يصير نفس العباد نفس كل بس كل بس، من اول ما فتحت الانستغرام لحد هسه، من اول ما كنت بالفريق لحد هسه، بس اليونا بس تيك توك بس انستغرام كلنا نفس الحكي، انا مو عمية دا اشوف يعني شو فرحانه ومودي كلش حلو وفاتحه البث الا بخربون مود الا بالقوه
يا مو طبيعي كمية التعليقات مو طبيعية، التعليق يخصني ماكو. بس والله حبايبنا وصلت المقطع، فجروا بخمس لايكات، لا تنسون تشوفون المقطع على القناة الثانية، روحوا شوفوا يا حبايبنا ملك المشاهير. وبس جاكم فهد زي ما قدمك القصص، أحبكم ومع السلامة.